السفساري لباس تقليدي نسائي تونسي أصيل، قطعة قماش تميل إلى البياض، تنسج من الحرير أو القطن، كانت تلتحف بها المرأة عند خروجها من المنزل. أصل السفساري أندلسي، دخل تونس وشمال إفريقيا عندما فر الأندلسيون في القرن السادس عشر من ملاحقات محاكم التفتيش. اندمج الأندلسيون في مجتمع شمال إفريقيا الذي أخذ عنهم الكثير من المعارف والعادات، ومنها لحاف السفساري. في البداية كان السفساري حكرا على نساء الحاضرة، ثم انتشر في مختلف الجهات وصار لباسا شعبيا في تونس ورمزا للأصالة والهوية، تلتحف به المرأة قبل خروجها من البيت للذهاب إلى السوق أو بيت الجيران أو المسجد، ولا ترى في الفضاء العام أبدا من دونه. ظل السفساري قرونا كسوة الحياء والاحتشام ورمز العفة والجمال، تتستر به المرأة عن أعين الرجال الغرباء، إذ يغطي كامل جسدها ولا يبدي من زينتها شيئا. في أغسطس عام 1957 أقدم الحبيب بورقيبة أمام حشد شعبي كبير على نزع السفساري لسيدة تونسية والكشف عن رأسها رغم استحيائها بحجة تحرير المرأة، ضمن حملة لتغريب المجتمع وتغيير عاداته وثقافته بقوة الدولة. فجر الأمر جدلا واسعا، لكنه كان مقدمة لبداية التخلي عن السفساري الذي تراجع بشكل لافت في الأحياء والمحافظات، خاصة بعد خروج المرأة للدراسة والعمل.